اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده جايبه لكم طريقه عمل كفر الموبايل او جراب الموبايل. طريقته سهله جدا على شكل ارنوب، ده يحافظ لنا على الموبايل لو حطيناه جوه الشنطه، وكمان ممكن نخرج بيه كده او نمسكه بايدينا. شكله حلو جدا وكيوت زي ما انتم شايفين. انا عملته على شكل ارنوب، وعملت هنا من بره شكل قلب، وحطيت جوه السماعات بتاعه الموبايل زي ما انتم شايفين، ومن جوه طبعا حطيت هنا الموبايل. طريقته سهلة جدا، احنا هنحتاج بس فيه قماش جوخ. قماش الجوخ هتلاقوه متوافر في محلات الأقمشة، سعره مش غالي، بالعكس رخيص جدا. هتلاقوه ان شاء الله متوافر بجميع الألوان، انتوا اختاروا الألوان اللي انتوا تحبوها. كل اللي هنحتاجه عشان خاطر ننفذ الكفر ده، هنحتاج طبعا زي ما قلت لكم اللي هو قماش الجوخ، وهنحتاج ورق عشان نرسم عليها الباترون بتاع الأرنوب، وهنحتاج مسدس شمع وقلم للتحديد، وطبعا هنحتاج مقص. قماش الجوخ اختاروا الالوان اللي انتوا تحبوها عشان تعملوا بيها الكفر، بس طبعا الاساسي هيكون اللي هو اللون الابيض ده، اللي هيبقى لون الارنوب طبعا، يعني يبقى شكله احلى الارنوب باللون الابيض. تابعوني في الفيديو عشان خاطر اوريكم ازاي هنبدا ننفذ الكفر ده. اول خطوه هعملها هجيب قماش الجوخ وابدا احدد عليه حجم الموبايل اللي عندي. طبعا احجام الموبايلات بتختلف من موبايل للتاني، هبدا احدد عليه كده بالشكل ده. هسيب هنا حوالي نص سنتي كده، ومن هنا نص سنتي. بالشكل ده. وابدأ اتني قماش الجوخ كده نصين. بالشكل ده. وابدأ اقصه بالمقص. بعد ما قصيتها بالشكل ده هبدا بقى اثبت الجزء ده. في طريقتين عشان نثبت الجزء ده، اول حاجه ممكن نخيطه او ممكن نعمله بمسدس الشمع. طبعا انا افضل ان احنا نخيطه عشان يدينا شكل كده احلى من على طرف الجراب كده. ممكن تختاروا لون نفس لون قماش الجوخ، او ممكن تختاروا لون تاني. دلوقتي هبدا اوريكم ازاي هنبدا نخيطه. هجيب الابره والخيط وهبدا امسك من الجزء ده كده، بالشكل ده. خيطه بالطريقه دي كده عشان بس يدينا شكل حلو للكفر من بره. وادخل كده الابره الناحيه اللي جنبها، اكمله لحد الاخر. بعد ما خلصت خياطته بالشكل ده هبدا ارسم معاكم باترون الارنوب. اجيب اي ورقة عندنا وابدأ ارسم عليها كده وش الارنوب. ده وش الارنوب، وهنا هرسم كده هو الجزء اللي يبقى جوه الودان، وهرسم هنا ايد الارنوب.
بعد ما قصيت بطرون الأرنوب بالشكل ده، انا هنزل لكم البطرون بتاعه على صفحة الفيسبوك اللي بيتابعني. هجيب اللي هو قماش الجوخ الابيض وابدأ احدد عليه وش الأرنوب ورجليه وايديه. الرجل والايد هعمل منهم اتنين، والوش طبعا واحد بس، واللي هو الجزء ده بتاع اللي هو الودان من جوه ده هبدا اعمله باللون ده نفس اللون، وابدا اعمل دوائر كده بقماش اللي هو الجوخ نفس اللون ده برضو. هعمل كده اربع دوائر اللي هو اعمل بيها الشكل بتاع رجل الارنوب. هفرغ البطرون وارجع لكم. بعد ما فرغت اجزاء الارنوب على قماش الجوخ الابيض بالشكل ده، هبدا اعمل هي ودان الارنوب من جوه. هجيب اللي هي القماشة اللي هي اللون ده وهبدأ احدد كده بالقلم، هعمل منهم اتنين. هبدأ اقصهم. دي هتبقى ودان الارنوب كده من جوه زي ما انتم شايفين، وعمل التانية بنفس الطريقة. بعد كده هجيب اللي هو القماش اللي هو الدرجة اللون الكحلي، هرسم عليها شكل قلب. طبعا هو مش هيبان معاكم عشان القماشة غامقة. هحاول اوريكم هيبقى طلع شكلها ازاي. معايا القلب بالشكل ده. بعد كده بعد ما خلصت قص بطرون الارنوب كله على قماش الجوخ، هبدا الزق الاجزاء مع بعضها. هبدا الزق الود، الشكل ده، والرجل زي ما قلت لكم قصت اللي هي الاجزاء دي. بالشكل ده، وهعمل الرجل التانية بنفس الطريقة. هنزل لكم رسمة البطرون الأرنوب دوا والبطرون بتاع الأرنوب دوا على صفحة الفيسبوك. أي شكل فيهم يعجبكم اعملوه، بس انا حبيت اوريكم طريقة التنفيذ. دي الرجل التانية. بعد كده هجيب الكفر بتاعي وهبدأ الزق القلب هنا كده على الاطراف من هنا. مش هلزق الجزء اللي فوق عشان ده هدخل فيه السماعة بتاعت الموبايل. هبدأ الزقه كده هنا والزق راس الارنوب كده هنا.
بالشكل ده والرجل هلزقها كده هنا. بعد كده هبدأ أحدد ملامح الأرنوب. هجيب اللي هو القماش الجوخ اللون البامبي ده وهبدأ أرسم كده شكل بيضاوي. وهرسم كده جزء صغير كده بيضاوي صغير برضو. الشكل ده. بعد كده هبدأ ألزقهم هنا على هلزقهم هنا على الأرنوب. الشكل ده. بعد كده هبدأ بقى أرسم ملامح الأرنوب كده. ممكن تستخدموا القلم الألوان أو ممكن تستخدموا قلم جاف عادي. ده شكل الكفر بعد ما خلصته. هنا طبعا هنحط السماعات بتاعة الموبايل وهنا هنحط كده الموبايل هنا بالشكل ده. ودي كانت فكرتي النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي.